اختك قال باختك اختك نجا رايحه السعوديه، فقلت اشتري مشتريات حاجه ايه حاجه السفر. اشتريت شاب كام يا بنتش يا نجا الحاجات دي؟ عايزه اقول لكم ان انا لقيت اقسم بالله مكان بيبيع ببلاش الا ربع، ببلاش الا ربع. فين بقى؟ عند مروه. فين مروه دي يا بنتش يا نجا؟ في كفر الشيخ. طب ايه اللي جاب الجيزه لكفر الشيخ؟ لا ما هي بتوزع لكل الاماكن. انا بالصدفه وانا بقلب انا كنت محتاجه الشنط دي جدا. بصوا دي اللي هي ترتيب شنطه العمره، تمام، اللي هي دي اسعارها بلاش الا ربع حرفيا. وانا بقلب كده على الفيس رحت لاقياها، قلت لا هلا وغلا، ده انا كنت فعلا بدور على الشنط دي. بصوا يا بنات اللي هي بتاعت بصوا انا راسمين لكم حتى دي مثلا بتاعت الميك اب، دي مثلا ادويه، دي اللي هي بتاعت الشوز اللي انا هاخده معايا الحرم، لازم طبعا يبقى معايا شنطه زي دي عشان وانت داخله الحرم تروح حاطاها في الشنطه. هعرفكم برضو. ودي اهي دي بتاعت التاتا بتاع الشبشب، ودي بتاعت الملابس اهي، ودي بتاعت ال شايفين بتاعت ايه؟ عيب عيب. ودي بتاعت الجلاليب. فعايزه اقول لكم اسعارها حلوه جدا جدا جدا، واسعارها حرفيا ببلاش الا ربع. حاجاتها بتبدا اقسم بالله عندها حاجات بتبدا من 5 جنيه. بصوا جبت ايه كمان؟ جبت المعالق الترندي دي من عندها برضو اهي. عايزه اوريكم كل حاجه قبل ما الفيديو يخلص. جبت كمان هدايا بس مش هينفع اوريها لكم. الهدايا دي رايحه لحبايبي واخواتي في السعوديه، تمام، مش هينفع اوريها لكم خالص، بس اسعارها حلوه، بس طبعا مش ببلاش الا ربع. دي اسعارها حلوه. جبت المريم بقى، استنى اوريكم دي. بصوا بقى جبت المكتب ده، مريم دايما بتحب تذاكر على السرير، فجبت لها ده كده اهو، او ممكن تصليها نفطر عليها. بتحطي هنا الكوبايه مثلا لو بتشرب حاجه، وهنا ممكن تحط اللابتوب وهي بتذاكر. اللابتوب ايه؟ التليفون او التاب. وتحفه جدا جدا، وسعرها في قلبك، في قلبك، وسعرها رخيص قوي يعني مش غاليه. او ممكن يونس يذاكر عليها. جبت ايه تاني؟ جبت الفوط دي من عندها برضو، دي فوط المطبخ بتستخدميها ومش بترميها، يعني اهي عامله زي المناديل، بتستخدميها وبتعصريها وبتغسليها، وكميتها كبيره جدا جدا جدا، تمام. جبت ايه تاني؟ جبت ايه تاني يا بتشي يا نوجا؟ جبت المعالق دي كمان من عندها، بصوا تحفه الترنجي. طبعا الحاجات اللي انا جايباها دي اما لقيت سعرها حلو بالجمله الصراحه جبت بقى ايه؟ حلم حياتي، حلم حياتي وحياه ولادي واللي هقرتكم بيها ان شاء الله لما ارجع من العمره، علشان نعمل بقى لانش بوكس تاني هنرجع باذن الله، لنا عودا حميدا بفضل الله. جبت منها دي بجد بجد تحفه، والماتيريال بتاعها تحفه، وهجربها معاكم. بصوا هعمل له اللي حابب الفيديو هنزله لكم، قولوا لي وانا هنزله لكم. جبت ايه تاني؟ طبعا الحاجات التانيه اهو. جبت بقى دول، بصوا الفناجيل دي، الفناجيل دي حراريه ممكن تعملي فيها قهوه وهي على النار، يعني تحطي وتحطي السكر والقهوه والميه وتقلبي حراريه. جبت منها سته اهو اللي هما بتوع جود مورنينج. جبت منها الصينيه الجامده جموده دي، بصوا عندها بقى القوالب دي اشكال والوان ومقاسات، يعني عندها كبير وصغير وكل حاجه. طبعا انا قلت لها بقى بعد ما اشتريت منها، قلت لها بقول لك اعملي معايا في السعر، قالت لي والله العظيم انا مدياكي بسعر الجمله. قلت لها على فكره انا بلوجر، هي ما كانتش تعرفني لان انا ببعت لها، خدت رقمها من على الفيس وببعت لها على الواتس، فبتقول لي بلوجر. قلت لها انا بلوجر، قالت لي بجد؟ قلت لها وربنا بلوجر، وقناتي على الفيسبوك وعلى كل المنصات نوجا بنت البلد وام زياد. قالت لي بجد انت جنب الشباك؟ قلت لها لا انا نوجا. قالت لي انت جنب الشباك يا بنت الله يهديك يا مروه، انا بحبك وبعشقك ومش عارفه ايه والله العظيم. عاملين ايه؟ انا بعتونش، انا بعتونش هديكي كل حاجه بسعر الجمله ومش عارفه. قلت لها والله هشوف الحاجه، لو الماتيريال عجبني هعمل لك فيديو في قلبك. فالله يبارك في صحتك وعافيتك ويبارك لك في امك. روحوا بقى، هي عارفه ان انا عندي جيش جامد، روحوا اعملوا لها متابعه، قولوا احنا جايين تبع نوجا بنت البلد. وعلى فكره لو دخلتوا صفحتها، شوفوا نوجا بتقول ايه، لو دخلتوا صفحتها انا واثقه 100% مش هتطلعوا. اولا الاسعار عندها حلوه جدا، عندها كل الحاجات الترندي، الوحيده اللي في كفر الشيخ بتبيع حاجات ترندي.
اهم حاجه تروحوا تقولوا لها احنا جايين تبع نوجا بنت البلد وعايزينك تدينا الحاجه بالجمله زي ما اديتيها لنوجا. جيني يلا بقى قلت للمليون ونص اللي عندي ان انت بتدياني الحاجه بالجمله. كل بنات يروحوا يقولوا احنا عايزين حاجه بالجمله. دي اكتر حاجه عجبتني، دي اصلا رابنزل اللي كان مخترعها هي والترابيزه. فبالله عليكم روحوا وقولوا احنا جايين تبع نوجا، ما تنسيش تعملي لي متابعه وتعملي لي لايك كده تفرحيني بيه. بحبكم جدا جدا وربنا يسعدكم.